يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع صلاة الاستسقاء بمجرد دخول موسم الأمطار؟ صلاة الاستسقاء تفعل عند الحاجة إليه من ذوات الأسباب، إذا قحطت الأرض أو غارت المياه وقلت المياه واحتاج الناس إلى المياه للشرب وسقي المزارع يستسقون، وكذلك إذا أجدبت الأرض والمراعي يستسقون، فالاستسقاء عند الحاجة. صلى الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.